سلام، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم راح نصوره تفصيل غوب سواري جايه بالقطيفه والقماش المعدس، جايه كاشكور. راح نقول لكم اول حاجه، الفيديو اللي فات اللي وعدتكم به تاع قندوره على الكروفيل، اول حاجه نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وثاني حاجه الفيديو اللي وعدتكم به باه يتحط على اساس في النهار تاعو، بس درت روطار على جال الكونيكسيون لاني شفت ياسر التعليقات نتاعكم، ونشكركم اللي سقسيتوا عليا. بصح الكونيكسيون هي اللي دارتها بيا 6 ايام ولا 7 ايام، والفيديو ما حبش يتحط لي حتى بدلت البلاصه باه قدر يتهز لي في اليوتيوب. الفيديو هذا ثاني ان شاء الله ما يطولش عليكم ويتحط. كما قلت لكم عندي هنا 180 قطيفه رويال جايه هكا، مانيش عارفه ماهيش كروفات، جايه كلي كروفات فونسي شوي. وعندنا القماش هذا المعدس، عندنا 120. هذا القماش المعدس البنات راهو يدير 300 الف المتر، هذا يدير 300 والقطيفه هذه دير 60 الف المتر. وشريت هنا سانسور انفيزيبل نوار فيه 60، لانه الرقبه تاعها جايه من اللور، الظهر تاعها مغلوق يعني ماهيش معريه، ومولاتها الخصر نتاعها فيه ديجا 46 سنتيم، يعني لازم السانسور تستعملو 60، لازم منطقه الخصر يفوتها السانسور مليح هكا باه تدخلها. كما قلت لكم عندي هنا 180 تاع قطيفه ربايال، الكاليتي مليحه، عندها الحاشيه تاعها من هنا هاي، وجايه ثقيله. وهنا كما قلت لكم عندي 120 تاع القماش المعدس، هذا القماش المعدس راهو رهيف، مش كيما هذاك اللي يعود خشين، الخشين ياسر راهي الماشينه تاع كوبرا ما تخيطوش، هذا راهو رقيق. وعندي هنا ثاني زوج مترات نتاع لاطوال كولونت في النوار، مولاتها ما بغاتش دير دوبلور الغوب سواري تاعها، ديجا القطيفه مش عندي لها الدوبلور، بصح هذا بما انه شويه شفاف واحرش قلت لها مادام ما ديريش الدوبلور راح ندير لك لاطوال كولونت من تحتها هكا باه ما تعودش حرشه عليها، ومنه يعود منه تبطين لانه هي الدوبلور في لاروب ما بغاتوش. نبداو هنا البنات باه نحط القياسات. انا عندي هنا بابي كرافت الطول تاعو تقريبا هكا مدايره فيه متر، راح نفصل عليه الباترون تاعي قبل ما نحطو، يعني ما نفصلش على القماش، ندير ساعة الباترون هنا لانه جاي كاشكور. انا سبق وفصلت لاني بديت في الفيديو قبل، كنت راح ندير المونتاج بصح تفكرت باللي التليفون تاعي راهو ثقيل ياسر مش راح تصلح لي، صافي عد الفيديو في جهه والصوت في جهه، ما انا قلت لا نعاود ندير لكم نفس الطريقه. شوفوا الكتف تاع الزبونه عندها 39 سنتيم، نحط القياس تاعي على 2 لانه حنا نهزو اتجاه الكتف تاع جهه واحده، نهزو تاع الظهر برك، ونزيد 1 سنتيم حق الخياطه. هبطت هنا ب 2 سنتيم، درت الرقبه تاعي 8 سنتيم، ورسمت ميله الكتف. من بعد هي هنا عندها دوره الذراع نتاعها، عندها عرض الذراع 36 سنتيم، 36 سنتيم هذه البنات راح نخرجوا منها طول تحريفه الابط. واش قلنا في القاعده تاعنا؟ 36 نزيدوا لها 4 سنتيم نلقاو 40 سنتيم، 40 سنتيم هذه تقسموها على 2 ونزيدوا 1 سنتيم حق الخياطه، يعني تحريفه الابط 21 سنتيم. عينت المنتصف تاع 21 دخلت منه بواحد سنتيم، وزدت عينت منتصف القطعه السفليه هذه ورسمت تحريفه الابط، هذه راح تكون تحريفه الابط بالنسبه للامام. اما بالنسبه للظهر راح ندخله بنصف سنتيم ولا نخلوها كيما راهي، يعني تهبط خط مستقيم حتى المنتصف هذا ونميلو للدوره تاعنا. من بعد طول الصدر عندنا 31 سنتيم، نزيدوا لها 1 سنتيم تاع حق الخياطه لانه ديما الكتف من هنا ينقص لي في الاطوال تاعي 1 سنتيم. طول الخصر عندنا 46 سنتيم، حطيت القياس تاعي 46 سنتيم هو طول الخصر. نزيدو نعينو طول الاوراق، عندنا طول الاوراق عندنا 61 سنتيم، راح ندير انا 62 سنتيم. دوكا نجي عند الدوران، دوره الصدر. هنا البنات عندي ملاحظه، الكاشكور سواري كاشكور تقدروا تستعملوا الباترون المجسم ولا الباترون المسطح عادي، والكاشكور ما نديروش فيه لي بانس. انا هنا واش عندي دوره الصدر، عندنا 117 سنتيم، نحط دورة تاعي على 4 لأنه نهزو دورة كاملة، نحط القياس تاعنا على 4 ونزيد 1 سنتيم حق الخياطة كيما هاك.
من بعد الخصر عندنا 104 سنتيم، نحط القياس تاعنا على 4 ونزيد 1 سنتيم حق الخياطة و 3 سنتيم حق لي بانس. راح تقولي لي قلتي لنا كاشكر ما فيش لي بانس، انا هنا راح ندير الباترون على اساس لي بانس باه نفصل به الجهه نتاع الخلف، من بعد نحي حق لي بانس هذاك ونفصل به جهه الامام عادي. راح تكون عندي هنا راح نوصل النقاط مع بعض ما بين الصدر والخصر. نجي هنا عند دورة الأوراق عندنا 120 سنتيم، نحط القياس تاعي على 4 لأنه دورة كاملة ديما كما نقول لكم، ونزيد 1 سنتيم حق الخياطة. راح تلاحظوا هنا الباترون راهو خط مستقيم، تقريبا خط مستقيم. شوفوا بالنسبة لمبتدئات كي يخرج لك الباترون هكا ماهوش محرف، هنا ما تخلعوش لانه ديجا هنا على مستوى الخصر رانا زايدين 3 سنتيم حق لي بانس، يعني كل ما جاوش لي بانس راح يكون الباترون تاعي مائل عند الخصر ويعاود يخرج بومبي على جهه الاوراق. فهمتوني؟ يعني هكا كي يجيك خط مستقيم ما تخلعوش منه راهو عادي، لانه هنا الخصر كما قلت لكم حق لي بانس راهو هنا راهو زياده، هذا من بعد راح ناكلوه في الخياطه يرجع ما كانش. هزوا القياس تاعكم من منطقة بروز الأوراق حتى الركبة، لأني راح نمشي ونضيق في الموديل تاعي عند الركبة. قياس الركبة تاعكم البنات لازم تهزوا مسافة الركبة، دورة الركبة يعودوا رجليكم ماهمش مضمومين، يعني الركبة تاعك اليمنى واليسرى ما يعودوش مضمومين عند بعضهم. يا إما تهزوا القياس بحيث أنك تهزي خطوة للأمام وتهزي هذيك الدورة باه تهزي القياس نتاعك بأريحية نتاع دورة الركبة، يا إما تبعدي مسافة بيناتهم هكا حوالي 10 سنتيم 15 سنتيم وتهزي دورة الركبة. من هنا الطول راح نهبطو مسافة 40 سنتيم، وكل وحدة والقياس نتاعها ما بين بروز الأوراق حتى الركبة. أنا الدورة اللي عندي هنا هي 90 سنتيم مطوية على 4 كما كامل القياسات، ونزيدو 1 سنتيم حق الخياطة. دوكا راح نوصل ما بين النقاط هذو، هنا حاولوا ما تكونش خط هكا منكسر يكون هكا منحني. شوفوا هنا قصيت الباترون تاعي، قصيته على اساس هنا تحريف الابط على الخلف لانه هي اللي جايه عريضه، لانه الظهر عريض على الامام. ديروا ديما على الجهه الاكبر القياس تاعكم، من بعد ندير التعديل تاعي. دوكا راح نزيد نقص منطقه الخصر لانه الجهه العلويه راح تتفصل وحدها، الجهه السفليه راح تتفصل وحدها. شوفوا هنا هي طول الخصر تاعها عندها 46 سنتيم، انا راح نطلع منه بربعة سنتيم، راح ندير التغيير هذا علاه باه ما تجيش لاروب تاعنا وكانه محزمه لتحت عند الكرش ولا عند السره، ما تجيش تبان محزمه لتحت. ديما لاروب سواري ماذا بكم القصه تعود طالعه شويه، ما نديروهاش كيما الحاله العاديه. انا طلعت 4 سنتيم على خط الخصر، راح تكون هنا انا راح نقص المنطقه هذه هاي، راح نزيد ندير تغيير اخر، راح نحسب هكا مسافه 10 سنتيم من هنا ونطلعوا ب 2 سنتيم على الجانب. عندي معلومه على النقطه هذه، ديما البنات لاحظت يعني كاين البعض تروح تحرف في هذا تهبط فيه للاسفل، لا عودي حرفي في الفوقاني تحرفيش في التحتاني، التحتاني خليه كيما راهو حرفي هنا باش هذا هو اللي يعود طالع. راح نزيدو نحو هذه الزيادة، بالنسبة للربعة سنتيم هذه ما تروحوش تقصوها منطقة الخصر هذه، لا راح تجيكم الجهة السفلية راهي ناقصة في الطول. ما تروحوش عندي هنا في الباترون، راني خدمت على طرف صغير برك، بصح في القماش راح تعود عندنا لاروب تاعنا طويلة. راح نبدأ نفصل الجهة العلوية، راح نبدأ بجهة الظهر. انا هنا راح نخلي مسافه 2 سنتيم تاع حق خياطه السانسور ولا السحاب، من بعد نتبع شكل الباترون تاعي بشكل عادي. هنا البنات اتجاه القماش لازم تتولهوا باللي حاشيه القماش راهي تجيكم على الجنب
هكا هذا هو الاتجاه الصحيح تاع الفصالة. من بعد هنا راح نفتح الرقبة نتاعي، راح نحدد الكتاف. انا فتحت هنا بثمانية سنتيم، راح نديرها شكل في. شوي هنا من الافضل اللي روب صباري هذو البنات ديروا لهم الدوبلور. انا هنا تبعت راي الزبونه، ومع القماش نتاعها جاي غالي وفي نفس الوقت ماهوش مليح. لو كان ما نديرلوش هذيك الفيزلين من تحت، راح كامل هذاك الغوز هذاك كامل يطرطق، لانه جاي لاصق باللصقة برك. انا هنا دوك راح نفصل جهه الامام، راح نحي حق لي بانس هذوك. من بعد نفصل الجهه نتاع الامام. هنا ثاني راح ندير الاختلاف نتاعي في تحريفة الابط، راح نقص لانه الخلف جاي عريض على الامام. هنا بالنسبة للرقبة البنات راح نهبط بعشرين سنتيم. انتوما كل واحدة تتبع الرقبة نتاعها، بغاتها مستورة ولا بغاتها مفتوحة. كي تعود وحده ضعيفه تقدر تهبط غير ب 16 سنتيم برك، حتى ل 18 سنتيم ما تفوتش. دوكا راح نفتح الباترون تاعي وراح نرسم الشكل تاعي تاع الكاشكور، لانه عنده قدام من اتجاه تقدروا ديروه. تقدروا هنا تجيبوه عند الجنب، تقدروا هنا المهم يفوت النص نتاع الباترون. هنا بعد ما قصيت الشكل، دوكا لازم تنتبهوا كي تحطوا الباترون تاعكم على القماش. راح ديروا لوجه عند لوجه هكا، كي تفصلوا وتكملوا راح تلاحظوا بلي فصلتوا زوج جهات مع بعضهم. عمركم لا تحطوا الجهات تاع القماش تاع جهه تاع لوجه ماهوش مقابل لوجه، هكاك راح تعودوا فصلتوا نفس الاتجاه. تولهم مليح للملاحظه هذه. شوفوا هنا كي نفتح القماش نتاعي راح تعود جهه لوجه مقابل لوجه. هذا القماش المعدس البنات الماشينه تاعي تاع كوبرا تخيطوا عادي، لانه المعدس تاعو جاي رقيق ياسر وماهوش كاثر في القندوره. اما هذاك اللي يجي كبير ومعدس هذاك ما تخيطوش. يعني هذه نصيحه للبنات اللي عندهم الماشينات الصغار. دوك نروح للقماش اللي بقى لي، راح نفصل به ليمونش. هنا البنات اللي شافت روحها باللي ما تقدرش تفصل بمترا وعشرين سنتيم تشري مترا ونص. انا هنا راني حاولت يعني القماش نتاعي نحاول كفاية انه يكفيني قد قد وما ضيعت حتى طرف منه. بس اللي شفت روحها مبتدئة وما تعرفش تشري مترا ونص، انا هنا راح نهبط بخمسطاش سنتيم. العرض هنا عندي واحد وعشرين سنتيم، هو نفسه تاع تحريفة الابط. راح نهبط بخط مائل مستقيم، نعين المنتصف نتاعو ونزيد نعين منتصف كل قطعة. يعني طريقة تفصيل ليمونش اللي تعرفوها ديما نخدم بها. البنات اللي ما فهمتش مليح في المقطع هذا تقدر ترجع لدرس الباترون الأساسي، راهو في القناة نتاعي درتو قدام من مرة. هكا راح يجيكم شرح مفصل خاصة اللي تبعوني لأول مرة. أنا ديما ندير حساب للناس اللي تدخل لي لأول مرة القناة نتاعي. أما اللي راهم مارفين بالفصلة تاعي راهم يعرفوا كيفاه راني نخدم. من بعد تعينوا الطول تاع المونش تاعكم. شوفوا معايا هنا كيفاه غلفت الطرف كامل هذو نتاع المعدس هذا، غلفتهم بلاطوال كولونت هكا هي يجيها ارطب مادام ما بغاتش الدوبلور. دوكا راح ندير لي بانس تاع الظهر. كما شفتوا قبل عندنا 2 سنتيم، هذه راهي تاع حق الخياطه تاع السنسور ولا السحاب كل واحد كيفاه يقول. نقيس 32 سنتيم تاعي. راح تكون عندي هنا هذه 2 سنتيم تاع السحاب، راح نقيس على مستوى الخط هذا 11 سنتيم، وراح نطلعوا فوقه ب 2 سنتيم
هكا باه نعين الطول تاع لي بانس. نعم لي بانس تاعي درت فيهم 3 سنتيم، يعني 1.5 سنتيم على كل جانب. هذا هما لي بانس تاع الظهر. شوفوا هنا طبقت القماش نتاعي بالعرض، الحاشيه يعني تجيكم هكا بالجنب. انا دوك هذه الحاشيه راح نحيها، دوكا نجيب الباترون تاعي. هذا هو اللي خدمناه تاع الجهه السفليه، راح نحطه هكا بحيث نخلي حق الخياطه منا من الفوق من هنا، ومن هنا نخلي حق الخياطه تاع السنسور، نخلو مسافة 2 سنتيم. شوفوا معايا هنا كي قصيت، تبعت الباترون تاعي عادي، من هنا كيما قلت لكم راهو قصير، بس كملت بخط مستقيم من جهة الركبة حتى نهبط للأسفل. نفس العملية بالنسبة للبانس، راح نحي حق الخياطة تاع الظهر 2 سنتيم، هذيك ما نديروهاش في الحساب. من بعد ندخل مسافة 11 سنتيم من هنا ونهبطوا 10 سنتيم، راح تكون هذه هي لي بانس تاعي. راح يكون فيه ثاني نفس العرض، 1.5 سنتيم على كل جهه. دوكا قبل ما نفصلوا الجهه تاع الامام، راح نحيو حق لي بانس اللي درناهم، لانه دوكا فصلنا الظهر خلاص، راح نحو حق لي بانس اللي زدناه هنا. من بعد ما نحو لي بانس، انا هنا حددت المنتصف نتاع لا روب. دركا راح نجي على الجهه هذه، راح نقص منها 10 سنتيم. نبدا نمشي وننقص ونجي هنا عند المنتصف، نزيد نحسب 10 سنتيم اخرى. ما نقصوش ياسر من الجهه هذه، باه كي نديروا القماش تجي مستوره عند الركبه. شوفوا هنا بعد ما قصيت، هذا هو الجهه نتاع الجنب، وهذا هو الجهه اللي تجي في النص. دوك راح نعكس الطرف هذا هك، راح ترجع هذه الجهه تاع الجنب الثاني، الجهه الاخرى من هي خدمناها. هذا هو المنتصف. دوك راح نجي عند الجهه هذه ونرسم خطوط. راح ندير المسافة بيناتهم هي 2 سنتيم. أنا درت هنا 6. شوف هنا كيف قصيتهم هك، باه نقدروا نفتحوا الباترون عادي. دوك نحطوا القماش اللي قعد ونفتحوا هذا الخطوط هذو، وكل ما كانت المسافه بيناتهم كبيره راح يكونوا لي بلي كبار ياسر. انا حليتهم غير شوي برك على حساب القماش اللي كاين.